هذا سياسيا، أما ميدانيا فتحولت الأنظار اليوم إلى الجولان السوري المحتل. ففي توقيت لافت توترت الأوضاع على الحدود، إسرائيل أعلنت قصفها اليوم موقعا سوريا في الجولان المحتل بذريعة الرد على إطلاق نار تعرضت له ألياتها مساء أمس من الجانب السوري، وقالت إن ردها هذا موضعي ومحدود، لكنها كررت وعيدها برد فوري على أي إطلاق نار مستقبلي، كما قال وزير أمنها مشي علون. فيما أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بني جانتس الحرص على المحافظة على الهدوء. طلقات نارية من الجانب السوري تصيب عربات عسكرية إسرائيلية كانت تجوب هضبة الجولان المحتل. قابلها رد إسرائيلي عنيف، ولم يتحدث كلا الطرفين عن إصابات بشرية. الإعلام الإسرائيلي قال إن إسرائيل ردت على مصادر إطلاق نيران السورية على نحو قوي ودقيق في منطقة تل الفرس جنوب الجولان. وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون حمل النظام السوري المسؤولية عن إطلاق النار، متوعدا في الوقت ذاته بالرد الفوري على أي مصدر يطلق النار على الجانب الإسرائيلي. محللون إسرائيليون رأوا أن سقوط القذائف في الجولان كان خطأ في التصويب بسبب اقتراب المعارك من الشريط الحدودي الشائك، لكن القلق الإسرائيلي ليس نابعا من النظام السوري وحده فحسب، بل هنا أيضا في هذه الجبال الواسعة التي أصبحت ساحة للمعارك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، وباتت اليوم تضم متطرفين إسلاميين كان آخر نشاط لهم اختطاف جنود تابعين للأمم المتحدة قبل أسابيع، ومن ثم إطلاق سراحهم. وفي سياق متصل، كشف تقرير لقوة الأندوف التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتل أن قوات من الجيش الإسرائيلي تغلغلت برا إلى الأراضي السورية نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي. ووفق التقرير الذي نشر موقع ولاه الإسرائيلي أو الذي نشر أجزاء منه، فقد شهد عشرات الجنود الإسرائيليين وهم يدخلون الأراضي السورية في منتصف شهر شباط فبراير الماضي. التقرير ذكر أيضا أن الجيش الإسرائيلي أقام سياجا جديدا على طول الحدود، كذلك شهدت طائرات إسرائيلية وهي تخترق الأجواء السورية، وكشف أيضا عن انتقال كثيف للمسلحين من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وأضاف أن الأعداد تتزايد أسبوعيا، الأمر الذي دفع الجيش السوري إلى وضع حواجز في المنطقة للحد من الحركة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي. سيد أنس، بداية لماذا لم يصدر حتى الساعة أي تعليق أو رد من الجانب السوري؟ أسعد الله أوقاتك سيدتي والإخوة المشاهدين بكل خير. بالتأكيد أن ما سمعناه هو أحادي الجانب فقط، حتى هذه اللحظة لم نسمع من أي إعلان رسمي سوري عن هذه الحالة التي وصفتيها من الجانب الإسرائيلي باتجاه سوريا أو الأراضي السورية المحتلة، لكنني أستطيع أن أؤكد أن هناك صراع حقيقي على الأرض في تلك المنطقة ما بين المسلحين المعارضة وما بين قوات النظام السوري، وهذا الأمر قد يكون وصل فعلا إلى داخل الأراضي المحتلة عبر الخطأ. أنا أؤكد أن ما حصل هو إن كان حقيقيا هو ليس باستهداف الجنود الإسرائيليين وإنما عبر الخطأ في التصويب من كلا الطرفين. نعم، على كل حال يعني سيد أنس، هناك محللون إسرائيليون قالوا أن ربما هذا الموضوع حدث عبر الخطأ، لكن ماذا تريد إسرائيل بالتحديد من وراء الترويج لهذا الموضوع؟ ربما المراد منه جر الجانب الرسمي السوري إلى صراع حقيقي في تلك المناطق، ونحن ندرك تماما أن اليوم هناك اجتماع يعني تكتل دولي حول سوريا وحول النظام الرسمي السوري ترأسه أمريكا، وبالتالي إسرائيل لا تخرج من هذا التكتل، وبالتالي هم يبحثون عن جر النظام الرسمي السوري إلى هكذا مهاترات، ولا سيما بعدما شهدنا من اعتداء سافر على مناطق سورية من قبل الإسرائيليين. نعم سيد أنس، تقرير للأندوف اليوم، هي القوة التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان، ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي أقام سياجا جديدا على طول الحدود، هل هذا مقدمة لإقامة شريط أمني؟ نستطيع القول بذلك، وهل لديكم معلومات حول هذا الموضوع؟
لا ليس لدي معلومات، لكن ما نستقرئه من خلال الأحداث، نعم أنا أؤكد أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق هكذا أمر في المناطق الحدودية مع سوريا، وبالتالي لضمن الحفاظ على أمن جنودها المتواجدين على الحدود، ولا سيما أننا قد شاهدنا في الشهر المنصرم أن بعض المسلحين قاموا باختطاف كتيبة من اليو إن. نعم سيد أنس، حضرتك في جانب آخر مشارك في مؤتمر الحوار الذي يعقد في سوريا، ما هي أو كيف تعلقون على استقالة رئيس الائتلاف الوطني المعارض السيد أحمد معاذ الخطيب؟ السيد معاذ الخطيب هو قد أعلن سابقا بأنه سيستقيل إن لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الدولي بتحقيق مطالبه، وهو الآن قد نفذ ما وعد به، لأن نحن ندرك تماما أن لمعاذ الخطيب جمهور من المعارضة، وبالتالي هو أراد أن يتجانس مع نفسه ويتجانس مع هؤلاء الذين يؤيدونه، وبالتالي تقدم باستقالته لأنه أدرك أن المجتمع الدولي لا يسعى بشكل جدي إلى وقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيس لكل مواطن عربي سوري، لأن هناك حقيقة واحدة تظهر للجميع أن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب السوري بكل أطيافهم وألوانهم. نعم، هل للموضوع برأيك علاقة بقرار وزراء الخارجية العرب اليوم بمنح مقعد سوريا في القمة العربية للائتلاف؟ لا أعتقد ذلك، لأننا ندرك تماما أن الجامعة العربية وهذه المنظمة ليس لها دور، وإنما هي يعني حجرة شطرنج في يد أمريكا. نعم، طب ما هو موقفكم من هذا القرار؟ يعني أنا ليس لي موقف بشكل مباشر، لكن أستطيع أن أقرأ أن قعدوا مجلس شعب. كذلك أنا أجيب، أنا اليوم أستطيع أن أقرأ أن هذه الاستقالة كما ذكرت لك هي تجانس ما بين أنا الظاهر وأنا الباطن لدى شخص السيد معاذ الخطيب، الذي وعد بالأمس بأنه إن لم يكن هناك تحقيقات على الأرض دولية اتجاه ما يجري فهو سيتقدم استقالته، وهو قد فعل ما قد وعد به. طيب سيد أنس، هل تعتبرون أن السيد الخطيب اقترب من مواقفكم؟ يعني هو يتحدث عن خطوط حمراء، هو يتحدث عن ارتهان للائتلاف. بتصور سيدتي، كل مواطن سوري حر وشريف ويسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا هو متقارب معي. أنا شخصيا كمواطن سوري وكنائب في مجلس الشعب أجد أن هناك الكثير من النقاط التي ألتقي فيها مع بعض المعارضة الوطنية التي تسعى إلى وقف إطلاق النار وعدم التدخل الأجنبي، وبالتالي الخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان. عضو مجلس الشعب السوري السيد أنس الشامي حدثنا من دمشق، شكرا لك.